عندي رجاء أرجوكم أن تكونوا على قدر المسؤولية والأمانة التي حملكم الشعب الكويتي إياها. ابتعدوا عن الخلافات الشخصية والمصالح الضيقة، ابتعدوا عن الانتماء لأي شخص أو أي طرف، فاللي انتخبوكم يريدون منكم مواقف لصالح الشعب ولصالح البلد، وأن تكونوا على قدر من المسؤولية. اليوم الشعب الكويتي ينتظر منا كنواب للأمة أن نساهم في التنمية وأن نساهم في رفع معيشة المواطن وتحسين الخلل اللي حاصل اليوم في الصحة، في الطرق، في التعليم. كل هذه المشاكل يجب أن يكون النواب أولى أولوياتهم هذه المهمة. الرسالة الرابعة والأخيرة، رسالتي إلى رئيس الوزراء القادم أياً كان اسمه، نقول الله يعينك والله يوفقك وإحنا معك، وصدقني سنمد يد التعاون ولن نكون مصدر تأزيم، لكن ثق تماماً لن نخضع ولن نخنع. إذا رأينا منك تقصير أو تجاوز، أول من يحاسبك حنا دفائخ مجلس الأمة، قسماً بالله. هذا عهد وهذه أمانة. إحنا قمنا اليوم الشعب الكويتي أوصلنا لهذا الكرسي، لا، أوصلنا لكي نوصل رسالة بأننا إن شاء الله على قدر من المسؤولية. فأتمنى منك يا رئيس الوزراء أن تقرأ رسالة الشعب الكويتي جيدا، وأن تختار وزراء أكفاء، اختار وزراء أكفاء فعلا يمثلون البلد. ابتعد عن الاختيارات السابقة، الاختيارات الضيقة، ابن القبيلة وابن العائلة الفلانية وابن الطبقة الفلانية، لا، اختار وزراء رجال دولة. وإحنا كما قلت لك سابقا سنمد يد التعاون وسنسعى بتنفيذ ما وعدنا الشعب الكويتي، وأنا قلتها قبل في ندوتي الانتخابية وأقولها اليوم من هذا المكان. أول القرارات تحسين المعيشة وزيادة الرواتب وضبط غلاء الأسعار، هذه أهم الأمور التي يريدها المواطن منك يا رئيس الوزراء. إذا ابتعدت عن هذه الأمور تصعد المنصة ونحاسبك ونبعدك عن مكانك هذا. نتمنى أنك تقرأ الرسالة جيدا. إحنا اليوم متفائلين، متفائلين بأننا مقبلون على تنمية، وأنا أدعو الشعب الكويتي كافة إلى أن يتفائل بقيادة صاحب السمو. واليوم نتفائل إن شاء الله بأن تتطور البلد. شوفوا الدول اللي حوالينا، دول الخليج اليوم حوالينا تطورت، وحنا فقط في صراعات وخلافات، فلان عنده أجندة وفلان عنده أجندة. روح انت وياه في فيلته وتحاربوا هناك وخلوا البلد تقوم. ترى اليوم احنا جينا من رحم الشعب، جينا لنمثل الشعب، والشعب اليوم مل من الصراعات. الشعب اليوم يريد من النواب انهم يقدمون رسالة حقيقية، نبي نرفع بلدنا عالي ونرفع اسم الكويت، وان يكون الوزراء مشاركون لنا ويساعدوننا، يساعدوننا في هذا الامر، لا يكونوا ضعفاء، لا يكونون ضعفاء في اختيار الوكلاء والوزراء الوكلاء المساعدين. المحاسبة موجودة، احنا عندنا شقين، عندنا تشريع وعندنا محاسبة، هذا خط وهذا خط، وبإذن الله، بإذن الله متفائلون. واحنا قلناها سابقا واختم فيها، اخوي العزيز فهد فلاح بن جامع تقدم للرئاسة، واقدم يا ابو فلاح حنا قدامك وظهرك. وما قلناها حمية فقط، حمية، وقلناها لأنك كفو ولأنك رجل المرحلة القادمة ولأنك تحمل صفات القيادي. ولا احنا ما نريد أن تحتكر فقط رئاسة مجلس الأمة على طبقة معينة أو على فئة معينة. احنا نقول هذا الأمر انتهى، واليوم هناك رسالة من الشعب الكويتي، رئاسة المجلس يجب أن تتغير وأن يتقلدها رجال على قدر من المسؤولية.